وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل مقتله بأربعة أيام صعد الإمام علي سلام الله عليه المنبر في مسجد الكوفة، وقال: إن ها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله. سلوني قبل أن تفقدوني، فإني والله أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض. فقام إليه أحدهم، قال: يا أمير المؤمنين، أين جبرائيل؟ وده يقول سلوني ومطلق، أين جبرائيل؟ فنظر علي إلى السماوات هنيئة، ثم نظر إلى الأرض، ثم قال: أنت جبرائيل. فاختفى السائل. كان بالفعل هو جبرائيل سيد الملائكة. نظر إلى السماوات فلم يجده هناك، ونظر إلى تخوم الأرض فلم يجده هناك، فقال: أنت جبرائيل. كان أحد زعماء الخوارج في المسجد، التفت إلى أصحابه، قال: لأسألنه سؤالا أحرجه فيه، إن قال لا فأبدى ضعفه وجهله، وإن قال نعم تورط. قام رفع إيده علامة السؤال، تفضل. قال: يا علي، هل رأيت ربك؟ يقول إيه ولا يقول لا؟ ذا قال لا، يعني جاوب بالنفي، ما عنده جواب. ذا قال إيه تورط. هل رأيت ربك؟ قال: لم أكن أعبد ربا لم أره. قال: كيف هو؟ صفه لي. قال: ويلك، لم تره العيون بحقائق الأبصار، برأته القلوب بحقائق الإيمان، ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. ما يميز الإمام علي هذا الإيمان، في كل شيء يرى ربه. مو هاي الرؤية، شنو قيمة هاي الرؤية؟ شنو قيمة رؤية العين؟ يقول في كتابه نهج البلاغة: إن لله عبادا يخاطبهم في ذات عقولهم،
بدون واسطة عين، بدون واسطة أذن. الأذن مجرد وسيلة، الأذن وسيلة لرؤية الروح، الروح هي التي ترى فترى بالعين، الأذن وسيلة السماع للروح، الروح هي التي تسمع لكن عن طريق الأذن. وإن لله عبادا يخاطبهم في ذات عقولهم. عظم الخالق في نفسه فصغر ما دون ذلك في عينه. الله واي كبير عنده، فكل شيء عنده صغير، دنيا صغيرة، الشمس صغيرة، القمر صغير، الأرض صغيرة، السلطة صغيرة، الأموال صغيرة، الجنس صغير، ما في شيء عنده كبير. معرفة الإمام علي وبمقدار ما كان يعرف ربه كان يخاف منه. سألني واحد بار قال علي شنو؟ عبد. قال يعني مو رب؟ أعوذ بالله. علي عبد خلقه الله عز وجل فعبد الله، خلق احنا الله خلقنا مزج، قال كن بحرا أجاجا وكن ماء زلالا، ثم خلط بينهما ثم خلق الخلق منه. احنا البشر ظلمة ونور، ماء زلال وبحر أجاج، كوامن خير في داخلك، أحيانا تحلق بروحك في المعارج وتحب الفضائل والمكارم وتشعر بانشداد وانجذاب إلى ربك، وأحيانا تخلد إلى الأرض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منه، أخلد إلى الأرض. هذا الحمأ المسنون، هذا الطين الجايف اللي خلق الله منه أجسامنا ثم نفخ الروح فيها، أحيانا هذا الطين الجايف يشدنا يجرنا، تشوف ندور أشياء ترتبط بالتراب بالأرض، صراع ويموت في هذا الصراع ويقتل كم مليون من البشر، وينجرحون كم مليون على كيلومتر من الأرض، على شبر من المي. أخلد إلى الأرض، تشعر في داخلك كوامن خيرة وأحيانا كوامن شريرة، أحيانا تنجذب إلى المناقب وأحيانا تنجذب إلى الشهوات والرغبات السافلة اللي مو عن طريق الحلال. قال كن بحرا أجاجا فكان، وكن ماء زلالا خلط بينهما وخلقنا. لكن النبي أول ما خلق الله نوري، خلقه نورا، خلقهم أنوارا بعرشه محدقين، لكن مخلوق عبد. ما يجوز ادعاء الألوهية الربوبية، هذا خروج عن الدين، عن دين علي. هو دائما دا يسجد لله، شافوه بالليل يعبد الله وبالنهار يعبد الله، قالوا يا أمير المؤمنين ريح. قال إذا نمت في الليل ضيعت نفسي، وإذا نمت في النهار ضيعت رعيتي. بالنهار لازم أدير المملكة، بالليل هم لازم أعبد ربي، أسجد، أمرغ جبهتي في التراب. علي بن أبي طالب يخاف ربه بمقدار معرفته. شوف اللي ما يخاف من الله ما يعرفه، ما يعرف صفاته، ما يعرف قدرته، ما يعرف سلطته، ما يعرف سطوته، ما يعرف، فيرتكب من الذنوب ما يرتكب. لكن ليعرف الله
بمقدار معرفته يرى الله عز وجل مصدر الخوف ومصدر الرجاء، غير ماكو مصدر الرجاء وغير ماكو مصدر الخوف، فقط منا يخاف وإلى يرجو. وهذا الخوف هو الذي صاغ شخصية الإمام أمير المؤمنين وشخصية جميع الأنبياء والمرسلين. هذا هو اللي يكمش نفسه، يقدر كل شيء يقدر يسوي ما يسوي. بعض الناس أحيانا يسألون فلان قضية الإمام ليش ما شال السيف وبالسيف ياخذ حقه؟ صبر الإمام علي أعظم من كل شجاعته، أن يكون عندك سيف وقادر على أن تضرب عدوك. ومنو كان كفو يوقف قدام الإمام علي؟ قل لي منو كان كفو؟ لكن ما يريد، عنده وصية تقيده، هنا لازم يصبر. هنا موقع الصبر، شجاعة أن لا يضرب أعظم من شجاعة أن يضرب. هذه هي مسألة الخوف والرجاء. يقول لو أن أنا أعلم، الإمام يقول لو أعلم أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد، أخاف أن أكون أنا ذاك الواحد. شوف مقدار خوف. وإذا أعلم أن كل الناس يدخلون النار إلا واحد، أرجو أن أكون أنا ذاك الواحد. بين الخوف والرجاء، قلب المؤمن بين الخوف والرجاء، رجاء مطلق بالله وخوف مطلق من عنده. وهو يقول في كلمة أن الناس يخافون الله بمقدار معرفتهم به. شوش قد يخاف من عنده؟ تعرف معرفته، شوفه ما يخاف. وما قدر الله حق معرفته. تذكرون أيام اللي اجى الجزار حسين كامل الى كربلاء بعد ان دكوا مدينة الامام الحسين بالصواريخ والهوانات والطائرات فترة من الزمن، ومن كل 3 بيوت بيت مهدم بالكامل وبيت متصدع وبيت سالم. واجى ودخل صحن الحسين وبالطلعة مالته شنو قال؟ ما يعرف الحسين قوة عظمى وهو في قبره، جهل عنده. قال له أنا حسين وانت حسين، اطلع نشوف من اللي يغلب الثاني أو من اللي يصرع الثاني. تالي هم شفنا من اللي يصرع الثاني، لا هو والسيد ماله. شلون طلعوه من مثل الجرذان من في داخل الحفرة مالته، وشلون سحلوه بالشوارع. وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الإمام علي مرة كمشت فد أسير، الأسير قام يرجف، قال لي يا علي لا تقتلني. قال إني أخاف الله رب العالمين، الأسير لا يقتل، أنا من الله أخاف. شوف هذا الإمام علي اللي كان صناديد أبطال، إذا بكرة احتمال مواجهة بينهم وبين الإمام علي بالليل للصبح ما ينامون، مثل السعف يرتجف في صلاته، مثل السعف يرتجف. وإذا شاف لصاحب حاجة تشوف هذا علي بن أبي طالب ينهار. يوم اللي بسر بن أرطاط واحد من طغاة اللي كان بني أمية يستنجدون به، و معاوية بن أبي سفيان هجم على منطقة الأنبار، ووحدة معاهدة مو مسلمة، هذه باقوا من عدها ذهبها وشقوا القرط مالها. شوف الروايات شو تقول. فصعد علي المنبر ولطم وجهه، قال إذا واحد بسبب هالموضوع وهالقضية يموت كمدا ما كان عندي ملومة. ظلم في ظل علي، علي يلطم وجهه. طبعا ليلة أو بكرة
قبل وفاته بلحظات يجمع أصحابه أولاده، آخر كلمة يريد يقول لهم العظيم، آخر كلمات، أعظم كلمات، خلص بعد ما موجود حتى يقول حكي، هذا يلخص كل حياته، كل برامجه، كل مشروعه في الحياة. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي، اللي يوصل إلى هالكتاب، اللي يوصل إلى هالكلمات، بتقوى الله ونظم أمركم، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، لو الدنيا جت باب بيتك تردها، لا تنخدع بها، مو تركض وراها، لو جت لتقبلها، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا بالحق واعملا بالأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا خوف من رب العالمين يخليه يعيش هذه الحالة مع كل مظلوم وضد كل ظالم. وين أكو في ساحة مواجهة بين ظالم ومظلوم؟ علي بن أبي طالب مو محايد في هذه الساحة، علي مع المظلوم ضد الظالم، لأنه يخاف الله رب العالمين، وتخلقوا بأخلاق الله. الله عادل، أنت لازم تكون عادل. الله رحيم، لازم عندك رحمة. الله كريم، لازم تكون كريم. ما عندك صفة من ربك، ما عليك صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تخلقوا بأخلاق الله، أولياء الله تخلقهم بأخلاق الله كثير، المؤمنين حسب درجاتهم، هذا شوية كرم، إذا كل كرم. جاء واحد فقير يطلب من عنده حاجة، فالتفت إلى قنبر قال أعطيه 1000. قنبر قال سيدي ذهب له فضة 1000 دينار غير 1000 درهم، 1 في 10. قال أعطه أنفعهما له، كلاهما عندي حجر، ذهب فضة عندي حجر، شوف شنو اللي ينفع أكثر، الدينار طيبين، كلاهما عندي حجر. أو في معركة صفين اللي طالت 18 شهر، فالواحد من جند الإمام هذا طلع راح التحق بمعاوية، اللي كانوا يبغون الدنيا، وكان امتحان صعب، منا أنا علي بن أبي طالب وكل الحق معه، ومنا معاوية كل الدنيا وياه، مال نسوان شيري مقاطعة. يقول له عمرو بن العاص تعال عندي، يقول له ايه بشرط، هل قد فلوس، هل قد كذا، وكل مصر تعطيني اياها. قال له ما يخالف تعال. اجى قال له لقد اغليت الثمن، شنو بس تجي تصير مستشار عندي تفيد لك كل مصر وخراج مصر. تدرون عمرو بن العاص كان يقول عن مصر ان ترابها ذهب ونساؤها لعب وناسها تبع لمن غلب، فأريد مصر أتحكم بالناس وأستفيد من التربة مالتها والنسوان. قال له لقد أغليت الثمن، زيدتها علينا. قال وأنا في ذلك مغبون، لأنني بعت آخرتي بدنيا حضرتك، بدنيا غيري. في معركة صفين واحد من هالنوع من الناس النماذج ترك جبهة الإمام علي، التحق بمعاوية، دخل عليه معاوية، شاف له غريب هذا، قال له من وين جاي؟ هذا راد يتزلف لمعاوية، يتقرب لمعاوية، فيبدأ شلون؟ يحكي على الإمام علي، قال جئتك من عند أبخل الناس وأعيا الناس، أعيا يعني عاجز ما يقدر يتكلم، وأعيا الناس وأجبن الناس. معاوية فكر هذا يقصد منه، قال من؟ قال جئتك من عند علي. معاوية يدور متزلفين، بس مو إلى هالدرجة. عن علي بن أبي طالب يقول أعيا الناس، أعجز الناس،
وأبخل الناس وأجبن الناس. قال ويلك، كيف تقول إنه أعيا الناس وما جرت المواسي على رأس أفصح من علي؟ شلون هذا أعين؟ وهل تعلمت قريش الفصاحة إلا من؟ هي شهادة عدو وده يقاتل الإمام. وكيف تقول إنه أجبن الناس وما صارع علي أحدا إلا وسقى الأرض من دمه؟ وكيف تقول إنه أبخل الناس؟ ووالله لو كان عند علي بيت من تبر وبيت من تبن، تبر يعني ذهب وتبن يعني تبن، لأنفق تبره قبل تبنه. اطلع، أريد ناس متزلفين بس مو هالشكل. وين يروح؟ صحراء صفين 50 كيلومتر من حلب، مواجهة ما بين معسكرين. وين يروح الرجال؟ رجع ذا يجي من طرف جبهة معاوية. الإمام علي شاف واحد ذا يجي، إجا وصل له قال له ها من وين جاء؟ قال لا تلمني يا أمير المؤمنين، بعت آخرتي ولم أربح دنياي. قال له شنو قضيتك؟ قال والله رحت عند معاوية وهالشكل. قلت له وهالشكل جوابني وطردني. فضحك علي وقال ادخل فيما دخل فيها الناس. يا الله تفضل اهلا وسهلا تعال، لانه اذا ما يدخل هنا ما يقدر ياكل ويشرب. تعال تفضل ياكل ويشرب. شوفوا الناس تناسب عطائهم يتناقص عطاءه كل ما ازداد غنى. الفقراء عاده اكثر كرما من الاغنياء، كل ما فلوسه زادت كل ما عطاء القلب، لأن هذا القلب يزداد تعلق بالمال. ليش الكرم مستحب؟ العطاء، الصدقة. شو تسوي الصدقة؟ لما تعطي صدقة ثلاث أشياء تسوي أنت. واحد، ترفع حاجة ذاك الطرف. الأمر الثاني أنه تكسب فضيلة، وهي فضيلة الكرم. أحسن إلى من شئت تكن أميرة. الأمر الثالث قلبك تعلق بالدنيا يقل ولو بهالمقدار. أما كل ما زيدت الأموال كل ما هذا القلب تعلق أكثر. قال إذا حصلت مليون أنفق، حصل له مليون ودينار أو دولار أو بوند، قلبه يتعلق أول شيء بهذا البوند بعدين بالألف. كل ما يزيد كل ما الكرم ينقص. لكن الإمام علي بالعكس. ليش؟ لأن رجاء مكان ثاني. مرة صعد على المنبر قال والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. أنا أعرف شوية رشوة، شوية اغتيالات، شوية سم بالعسل، شوية شراء الضمائر، كل الناس وياي. هي طريقة معاوية. أنا أعلم دائكم وأعلم دوائكم، لكن إذا هالشكل سويت أصلحتكم لكن خربت نفسي. ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. ففي العطاء عادة الناس ينقص عطاؤهم كلما زادت أموال. الشيء الثاني، الناس عادة تعطي الشيء اللي ما تحتاج إليه، اللي ما تحتاج إليه. الشيء اللي تحتاج إليه ما تعطي. بابا احنا نريد السراج اللي نحتاج إليه في البيت حرام على المسجد. هذا كلام من كلمات إبليس مشهور بين الناس. أول شيء احنا بعدين هذا الإحنا ما ينتهي، وحاجتك النفسية ما تنتهي. أنت ما تعرف ناس إذا هو يوميا يأكل فلوس، يأكل أولادهم يأكلون الفلوس، أحفادهم يأكلون الفلوس، عنده بعد يطي ما يطي. أولا يفكر إذا أعطى
هذا راح، إذا أعطى هذا بقى، إذا أعطى هذا اللي يبقى، أما اللي يأكل هذا يستهلكه، هذا يخلصه يروح، هذا العطاء هو اللي يبقى. لكن الإمام علي بخلاف هذا الأمر، يأتيه فقير يطلب من عنده مال، بيده صر الإمام، صر يعني فلد كيس في مال. طبعا الإمام علي عطاءه بحساب، مو عطاء واحد يريد يقوي سلطانه بالمال، بالعكس طريقته كانت أن سلطانه كان يضعف بسبب أنه يعطي لمن يحتاج ويمنع ممن لا يحتاج. وإلا شنو قضية طلحة والزبير؟ واحد قال أعطيني الكوفة، واحد قال أعطيني البصرة، هو كان يعطيهم. معركة الجمل ما كانت من معركة الجمل ولدت معركة صفين، ومن معركة صفين معركة النهروان، وقتل الإمام علي. هل قد عنده سلطة؟ يطي، لا ما يطي، صاحب حاجة يعطي. فقير جاي عنده صر الإمام علي، يا أمير المؤمنين محتاج، قال إني أرى الضر في وجهك. ما يحتاج تسأل، لا تسأل، هاي الصرة شالها، شال الصرة. بعدين قال له خذها وأنا علي. تدري أخو هاي كلمة أنا علي كان يقوله الإمام في المعارك، يوم اللي سيف ذي الفقار اللي واحد من عندهم يقول رأيت سيف ذي الفقار وكأنه شعلة من نار، فعلا نار جهنم، اللي كان ينزل على راسه سيف ذي الفقار كان من أهل النار. يقول له خذها وأنا علي. لما راح قالوا يا أمير المؤمنين يعني كنت تعطيه الصرة بعد وأنا علي ليش؟ قال مو إلا قلت، أنا يوم اللي أريد أعطيه إبليس دخل. تدري الإبليس ما يبطل حتى من الأنبياء، بتفكر مبطل من عندك؟ وما من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، حتى الأنبياء كما يقول القرآن. أنا المال أعطيت إليه بس وأنا علي قلت لإبليس، قلت خذها يا إبليس، أنا ما راح أبخل، أنا ما راح أكون بخيل. شوفوا إخواني إحنا اليوم نعيش بشكل عام خاصة في هذه البلاد وضع الناس لا بأس به، أوضاعهم زين، أحد يموت من الجوع والعطش؟ لا، ممكن من التخمة يموتون، صار عنده أمراض الكوليسترول ويصعد عند السكري، وهذه كلها أمراض الترف. واحد معيدي في قريته يوميا يروح للفلاحة ويجي ويصب عرق، هم يصير عنده زيادة كوليسترول وزيادة وزن وشغلات هذه؟ لا، يعني المال موجود. إيش عجب لا تزال مشاريعنا بحاجة إلى مساعدات ولا من يساعد، لأن اللي ما لا يزيد مفروض النسبة يطي 20%، إذا عنده 20 أفرض 100 دولار، 20% 20 دولار، اللي عنده 100 مليون يصير 20 مليون، لازم بنفس النسبة يطي، ما يطي بنفس النسبة، يطي بمقدار ذاك الفقير، أو أحيانا ما يطي، يقول أريد أدخل الجنة من بكى أو تباكى فقد وجبت له الجنة. واحد من العلماء شاف شخص تاجر كبير صاحب أموال مشلب بضريح الإمام الحسين، ده يبكي، أجي يا واشم قال له شوف الحسين منك ما يريد قطرات الدموع، من ذاك الفقير اللي كل شي ما عنده يريد دمعة، منك يريد فلوس، تتقشمر، إن الله لا يخدع عن جنته. بجواز قشع أي دولة وتقدم لجوء جنة، هم تقدر تدخل قشع؟ ما تقدر تدخل. لن تنالوا البر، لن للأبدية، مثل لن تراني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما احنا نقول لا تحبون. الطعام البايت اللي حتما ما راح ناكله وما نعطيه لأولادنا نعطيه للفقير، الثوب اللي بعد ما نلبسه صاير ضيق علينا وتعبان شوية نطيه، نشوف إذا قالوا لنا بابا أكو مشروع
الحسينية بحاجة إلى مساعدة، وتفضل أعطي مساعدة، شو نسوي؟ شو نفكر؟ زين أنا فلان بيل مطي، خوب فلان قضية هم أكل، مورجج مالي هم ما تمأمنة، شوية فلوس هم مخلي ثياب أشتري لبناتي، العيد هم حاسب حسابه، إيه عندي باوند واحد زائد، تعالوا خذ. هذا مو هالشكل علمونا، هذا مو هالشكل مال واحد رغبة عنده في الآخرة وفي الجنة. وواحد بكم؟ 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تدري النسبة كم تطلع؟ أنا مرة قلتها، كم بالمية يطلع واحد ب700؟ 80,000%. أكو بنك يعطيك هالقد انترس؟ الله يعطيك، والله أصدق الصادقين، ولن يخلف الله وعده. أنا ما دام هذا الكلام وصل إلى هنا، الحقيقة كانوا الأخوة طالبين أن يصير شلون طريقتكم أنتم؟ لا غير القيام، قبل القيام بالنسبة إلى هذه الحسينية، إحنا نتمنى ولا يوم من الأيام حسينياتنا ومراكزنا ومساجدنا ما تحتاج إلى أحد يجمع، وإنما في جوف الليل تجي المساعدات. لكن صدقة السر مستحبة، وصدقة العلانية مستحبة، وكل عطاء وإحسان هو صدقة، إذا تعطي لنفسك. ويوم القيامة يعيش الإنسان في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظله. صلوا على محمد وآله. إخواني الأخوة يقولون تفضلوا إلى أمام، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، تفضلوا إلى أمام، تفضلوا. الثانية بأعلى أصواتكم. على حب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. الثالث، بعض الشعراء حينما قرأوا عن حياة الإمام علي شافوا كأن حياته متناقضة، اللي في النهار مثل الهزبر مثل الأسد، هذا بعد بالليل ما يمرغ وجهه بالتراب ويبكي وخايف. قالوا جمعت في صفاتك الأضداد، هاي الصفة مثلا الزهاد العباد، هذا ما يوقف في وسط الميدان، رايح له في مغارة يعبد ربه على قمة جبل هناك وده يصلي. شو علي بن أبي طالب سلام الله عليه في النهار فارس وفي الليل زاهد؟ لا، ماكو تناقض. اللي يخاف ربه عند مكان العطاء يعطي بلا حساب، في مكان العبادة عابد بلا نهاية، في مكان أن يقف يقف ولا يحسب أي حساب على الإطلاق. يوم اللي يشوف مرة محتاجة رجليه ترجف، ليش هذه محتاجة؟ وعدل الإمام من الصفات النابعة من إيمانه، صار رئيس دولة مطلق الحرية، كل شيء يقدر يسوي، لكن ما يسوي. أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أنا لازم أجوع حتى الشعب يشبع، أنا لازم أتعب حتى الناس يرتاحون، أنا لازم أسهر حتى الآخرين ينامون.
عينه على مكان آخر مو على هذه الدنيا. والعدالة اللي يلتزم فيها لأنها صفة من صفات الله وأقام الله الكون على العدل، ما يريد يخالف. الإمام علي تجاوز من مسألة العدل إلى مسألة المساواة. تدرون مساواة ما يمكن تطبيقها في الأرض، الله مطالب من عندنا العدل والإحسان. لكن الإمام علي في فترة حكمه كان يحاول المساواة. شلون مساواة؟ عند مسؤول بيت المال واحد اسمه أبو رافع، فد يوم عيد الإمام شاف بنت لابسة فد قلادة، قال هاي القلادة من وين؟ قالت من أبي رافع. من أبو رافع؟ خب يريد يعرف القضية شنو؟ طلب أبو رافع أجل، قال هاي القلادة اللي تمثل بنتي، بس هو أمير المؤمنين وهذه بيت رئيس الدولة. التقارن ما بين الإمام علي وبين كل رؤساء الدول كل الأمراء ولو أمير على قرية، حتما بنته لها امتيازات، ملابسها مختلفة، مركوبها مختلف، بيتها مختلف. قال تعال شوف هاي القلادة من على أي أساس نقتل بنتي؟ قال عارية مضمونة. العارية نوعين، نوع مضمونة يعني إذا ولو بدون تقصير ضاعت إذا مضمونة فلازم اللي ضامن يطي. عارية غير مضمونة لا، إذا مو مقصرين فد واحد وفرض سارق إجا بالقوة أخذ هذه العارية لا. قال يا أمير المؤمنين أعطيتها فترة محددة يوم العيد، يوم العيد، وعارية مضمونة ترجعها علي. أولا اجعل بنته. أكل بنات المسلمين يلبسن القلادة؟ اتي لأنه بنت أمير المؤمنين لابسة، رجعيها. وقال لأبو رافع لولا أنها عارية مضمونة لكانت بنتي أول هاشمية تقطع يدها في الإسلام، كنت أقطع إيدها. عقيل أخوه أكبر منه 10 سنوات، وكان عقيل فقد بصره. والإمام علي عنده كلمة حتى تعرفون موقع عقيل، قال لازلت مظلوما منذ أن ولدتني أمي. عقيل كان طفل مريض وعيونه توجعه وصاير بيه رمد، ما يقبل يخلون دواء في عينه، والدواء في العين وجع العين من أقوى أنواع الوجع، اسألوا الأطباء. وجع اللي في العين يمكن الإنسان يغمى عليه من الوجع، فما يقبل يخلون الدواء والدواء يوجع. أنا اللي ما بي شيء كانوا ينيموني يخلون الدواء في عيني حتى أخوي يقبل يخلون الدواء في عينه. فلا زلت مظلوما منذ أن ولدتني أمي. طبعا ما كان يشتكي على هاي المسألة، بس ده يقول هذا عقيل أكبر منه 10 سنوات، هو صاير رئيس الدولة، أولاده جايين جرد، ثيابهم مشقوقة، وضعهم مبين عندهم نقص في التغذية، وقد أملق، صار عنده فقر. قال اعطيني. قلت له اصبر علي يجي راس الشهر اعطي راتبك، راتبي إلك. قال هذا راتبك ايش قد يوصل؟ لا اريد، انت امير المؤمنين رئيس دولة اعطيني. الإمام علي ما يشوف لنفسه امتياز خاص، حكم الله لازم يمشي بين الناس. يوم اللي يجي ابن عباس ويقول يا أمير المؤمنين إن معاوية دي يعطي أموال دي يشتري ضمائر، أنا ما أقول لك أعطي أموال الفقراء للأغنياء، أقول أموالنا منا ومناك، إحنا من قبل إحنا ما ناخذ، أعطي لهم. قال لا والله لو كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية، كيف والمال مال الله، أنا وكيل. هذا الكيشر اللي في البنك يقدر من كيف يعطي زايد ولا ينقص؟ كيشر إذا هشكل سوى خاين يعتبر يذبو برا حتى لو بيده أموال قارون، بس مجرد وكيل، مجرد موظف. الإمام يقول أنا موظف عند الله، بس حتى لو المال مالي
لقسمته بينهم بالسوية، كيف والمال مال الله؟ قال وما يأتيك من المال رأس الشهر شنو أنت رافق مثل بقية الناس؟ ولذلك لا ما يكفيني أريد. قال له خوه باشر عند الظهر هو حار، أهل الحيرة يسدون دكاكينهم، تعال أنا وأنت نشيل السيوف مالنا، أنا أقودك ونروح نكسر الأقفال مالهم ونبوقهم. قال يا أمير المؤمنين تريدني سارقا؟ قال تسرق من واحد خير من أن تسرق من أمه. أنت تطلب من عندي أنا أسرق من أمه، بس سرقة قانونية باعتباري رئيس الدولة أعطيك زيادة. لا ميس راد يعلمه لما قال له تعال نروح نكسر، مو أنه يقول له فعلا تعال نروح حتى يبين إلا أنه هذا العمل إيش قد بشع، هذا سرقة. ليش عندنا الآن في الأرض ناس يموتون من الجوع وناس جبال من الزبدة يرموها في الصحراء وبحيرات من الحليب يرموها حتى يحافظون على أسعارها؟ لأن ما يعتبرون المال مال الله، وما يعتبرون هذه سرقة. اللي يموت من الجوع خلي يموت من الجوع، احنا نريد نربح، نريد نربح. بس في عهد الإمام علي ماكو هذا الشيء. قال له يا أمير المؤمنين اعطيني، تعال أول الشهر أخذ راتبي، تعال نروح على الحيرة، هذا شو ينفع؟ أنا أحتاج الطيني. قال له زين أعطيك. راح جاب له حديدة أحماها بالنار، قال له أخذ، هذا مد إيده حسب آله سيحصل له أكياس من الدينار والدرهم، وإذا به يشعر بحرارة الحديدة، سحب إيده. قال يا أمير المؤمنين أتحرقني بالنار؟ قال ثكلتك الثواكل يا عقيل. تدري معناه ثكلتك الثواكل يعني شنو؟ بعبارة ثانية من عباراتنا يعني إن شاء الله تموت. ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، يعني أنا مو جاد، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. وين ده توديني عقيل؟ أخويا أخويا، اسمع أخالف ربي. واحد من عماله خان، فكتب له رسالة موجودة في منهج البلاغة. الإمام علي هواي كان يحب الإمام الحسن والحسين، يقول هذول الثنين أولاد رسول الله، حتى أنه جماعة قالوا لمحمد بن الحنفية أشوف الإمام علي يرسلك أنت في مقدمة الجيش ومو الحسن والحسين. قال له طبعا، لأن الحسن والحسين عيناه وأنا يده، والإنسان بإيده يدفع الضرر عن عينه، فده احترام خاص كان عند الإمام علي للحسن والحسين لمقامهما عند الله وعند رسول الله وعند فاطم. يكتب رسالة إلى عامله يقول ولو أن الحسن والحسين فعل ما فعلت ما كانت عندي لهما من هوادة، لأن الحسن والحسين عظمتهم ملتزمين بالعدل. العدل أسهل شيء في التواصف. أكو واحد ما يحب العدل؟ لكن ليش ما نعمل به؟ لأن صعب، لأن العدالة الحقيقية تبدأ منك، وإلا كلنا نقول الآخرين صير عادل. والله خلي الحكومات تصير عادلة، أنت في بيتك عادل؟ أنت مع المشتري مالك عادل؟ هذا مو عادل. عادل طريقة ذيك البنية الطوافر التفاحة، قالوا هذه قسميها بينك وبين أختك بس بالعدل والإحسان. قالت عدل والإحسان شنو؟ قالوا العدل يعني النص بالتمام إلك والنص الثاني لأختك، ستشينة بيدها والتفاحة. الإحسان القطعة الزايدة تعطيه لأختك والناقصة تأخذيها. فأخذت التفاحة والسكينة أعطت لأختها، قالت أنت قسميها بالعدل والإحسان حتى تحصل النص الزايد. هواي نحكي في العدل، لكن العدل اللي تطبقه يبدأ من نفسك، من أولادك، من بنتك، من أخوك، حينئذ تقدر تطبق العدل في
الأرض كلها يشوف لواحد نصراني مو أهل الملة كبير بالسن يستعطي. في أمريكا ماكو ناس يعيشون في أندرغراوند فقراء 60 مليون. في بريطانيا في لندن أم الدنيا ماكو هالفقراء مساكين. في الكويت ماكو، في دولة غنية أو فقيرة ماكو. أكو عاصمة الإمام أمير المؤمنين الكوفة 4 ملايين نسمة نفوسها، يمشي بالشارع شاف واحد ماد إيده يستعطي كبير بالسن قال هذا شنو؟ ما قال هذا منو؟ قال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نصراني. حجي نصراني؟ ويلكم استعملتموه حتى إذا كبر وشاخ تركتموه يتكفف الناس. يوم اللي شاب يشتغل عامل عندكم مثل اللي صاير شايف لازم يطلب من الناس. فأجرى له راتبا من بيت المال، بيت مال المسلمين، المسلمين ضاربين سيوف حتى معصلية، سواله راتب خاص في عاصمة أمير المؤمنين. ما لازم يكون فقير واحد ولو من غير الملة. هذه هي العدالة وهذه هي المساواة التي كان الإمام وراها. قنبر، كلنا لما نتحدث عن قنبر في بالنا قنبر مثل خادم عند الإمام أمير المؤمنين. لا، قنبر كان مع الإمام أمير المؤمنين في كل أموره، يعني مو حارس فقط، اللي ما كان عنده حارس بمعنى الحارس، كان مرافق الإمام أمير المؤمنين. تصور رئيس دولة فد واحد دائما مرافق له، مو شي عادي. جابوا فرد واحد عليه الحد، لازم يضربوه حد، مستهتر، ارتكب المعصية وتحدى أمر الله أمام أعين الناس واستحق 100 جلدة. قنبر أخذه ضربه 120، أخذته شوية غيرة زايدة ضربه 120. الإمام علي صار عنده خبر، قال نيموا قنبر، نيموا أمام الناس، نيموا. أعطى الصوت بيد هذا المضروب، قال له تضربه 20 ضربة، ليش ضربك زيادة؟ قنبر يجلد طبعا، لأن العدالة عدالة، سواء في حق قنبر أو في حق بقية الناس. يقول ايش قد تحبون علي؟ عمي احنا نعشق العدالة في علي، الإنصاف في علي، الإحسان في علي، الكرم في علي، الشجاعة في علي، الإيمان في علي، الصلاة في علي. وين جاي للدنيا بالكعبة؟ انت بالقوة الله يوفقك مرة تروح للحج. الإمام علي يلد حاجا داخل الكعبة اللي يطوف الكعبة، تصير بالنسبة إليه مثل الكاروك. سمع لنا بعض الناس الطفل شالوه خلوه برا وقاموا يطوفون بس حول الكاروك الخالي. لا، الكاروك جزء من عنده صاحب الكاروك، الطفل اللي بيه ولد بيه. الإنسان وين يجي للدنيا؟ بيته مو الشكل، كعبة بيت علي، بيت الله بيت علي، لأن عليا من أعبد الناس لله، فهو من أقرب المقربين إليه. وين قتل؟ والصلاة بين شفتيه. ويوم اللي قتل شنو قال؟ فزت. ليش قال ورب الكعبة؟ ما قال والله، فزت ورب الكعبة، يعني ذيك الكعبة اللي جيت بيها للدنيا والله طلبني إلى بيته حتى أجي إلى أولد في بيته، ذيك الكعبة اللي كانت محور حياتي، فزت. هاي الأمانة وصلتها إلى الأخير. ترى هذا المطلوب في أتباع علي والمؤمنين بعلي، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هاي الأمانة لازم توصلها. أحد العلماء المراجع الخطباء، هم عالم مرجع كبير وهم كان خطيب، مرة يقولون اجى إلى مجلس من المجالس، وفي ذاك المجلس جاي أقول لكم الله ويا الحمار، ركب على الحمار سابقا، ماكو سيارة، نزل من الحمار
بعدين قرب أذنه إلى فم الحمار، الشكل كأنه وده يسمع من عنده شيء. في هالأثناء إجا فد واحد معروف بأنه هذا الشاب مو ملتزم، هذا الشيخ واي عانقه بشكل عجيب وغريب، صعد على المنبر، الناس الطالعة شنو هالتصرفه؟ قال أنتم متعجبين من عندي، تدرون الحمار شنو قال لي؟ قال أنا حمار، والناس إذا راد واحد يسب الثاني شي يقول؟ يجيب اسمي، لكن أنا الحمار الأمانة وصلتها إلى المقصد، أنا بنص الطريق ما دبيتك، ها أنا الأمانة وصلتها، أنتوا اللي رب العالمين حملكم كتابه، لا يكون بنص الطريق ترموا برا. ومثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفار. وأما هذا الرجال اللي عانقته أنا أعرفه، بس هذا الرجال ظاهره وباطنه واحد، مو قدام الناس زاهد عابد، ولكن داخل قلبه ماكو شيء من الإيمان، فارغ، الله ما ينخذه، الله ما يريد المظاهر، مظاهر يريدها بمقدار اللي تكون مخبر، مجرد مظهر خميري، المظهر ما ينفع وحده. انت شوف بذرة صناعية يمكن إذا زرعتها في الأرض تصير شجرة وتعطي ثمرة، لا، لأن بذرة صناعية. يمكن وردة صناعية تعطي ريح وردة طبيعية، لا، عد الله يريد الحقيقة، مو يريد الزيت، مو يريد المظهر. صلاتك صلاة خوف من رب العالمين. شاف الإمام علي واحد دا يصلي كلش مخربط، فشال عصايته قال له صلي عدل، صلى عدل كمل، قال يا صلاة أحسن، قال تريد الصدق الأولى، لأن ذيك خوف من الله وهذا خوف من عصايتك. الإمام علي ضحك قال صح، هذا كلامك صح، صلي عدل. يريد الحقيقة، تبطي من قلبك، توقف من داخل نابع من قلبك، تساعد الناس لأنك ترى أن هذا الأمر واجب من واجباتك. أما زيف ما يريد، ما عليهم، ما عنده زيف، ولذلك بعض الناس ما عجبهم، ما عجبهم، جاي يريد يطبق الحق كله. إيه طبعا يريد يطبق الحق، مو كل هالمدة اللي كان يضرب بالسيف في سبيل هذا الحق، مو مثلنا يرفع 30 سنة شعار المستضعفين والناس والشعب، يوم اللي يصير مسؤول لا المستضعفين ولا الناس ولا الشعب، يوم صار نساهم، صار مو يمهم، ما يصير هذا الشيء. اخواني هم يقولون سووا قيامة، هنا هم هواية ماكو مكانها، شوية تعالوا قدام، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. ثالث تبع على أصوات. شوفوا حكومة تسقط بعد ما حد يحكي حول الحكومة السابقة، العهد البائد يسموه، رئيس راح ما حد يمه. الإمام علي سلام الله عليه حكم بعده عدوه، عدوه اللي حكم، وعدوه سن سب علي على المنابر وسماها السنة، يعني هذه سنة رسول الله، شلون سنة رسول الله؟ ما سنة رسول الله سب الإمام علي، وما من خطيب يصعد المنبر إلا وكان قبل الخطبة يلعن الإمام علي، والإمام الحسن حاضر في المجلس، يعني معاوية صعد على المنبر ولعن عليا والإمام الحسن قاعد. س-
ثمانين سنة على ثمانين ألف منبر من عهد معاوية بن أبي سفيان إلى عهد عمر بن عبد العزيز على المنابر يسب الإمام علي ويلعن. وفي عهد الحجاج اللي كان حاكم على العراق من قبل بني أمية شوية هم زودوها، والقصة المعروفة اللي واحد دخل مجلس معاوية، عفوا مجلس الحجاج، الحجاج كان طالع برا يقضي حاجة ويرجع، قعد مكان الحجاج لأنه المجلس كان غاص بأهله ماكو مكان إله، رجع الحجاج شاف هذا قاعد مكانه، والحجاج حجاج. يقول عمر بن عبد العزيز: لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناه. يعني حجاج واحد مساوي لكل طغاة الأمم، طاغية على هيك كان يقتل بلا حساب. اجى شاف هذا قاعد مكانه، وقف قال له: شعجب جاي متكي على مخدتي، لو لم تكن لك علي فضيلة لضربت عنقك. شنو عندك فضيلة أحسن مني؟ شو يقول له؟ يقول له مثلا: علمي أكثر. هم يقبل من عندك؟ يقول: أنا أعدل من عندك، ويدور عدالة. شو يقول له؟ قال: عندي فضيلة، عندي شيء أنت ما عندك. قال له: شنو؟ قال: أيها الأمير، حينما تخطب في الناس يوم الجمعة تلعن منه؟ قال: ألعن علي. قال: أما أنا فألعن عليا وفاطمة والحسن والحسين. فقال الحجاج: والله إنها لفضيلة. أي صح. هل حكومات حكمت العالم الإسلامي سب الإمام علي، يعني الإمام علي، خذوهم بالتهمة، بس تقرير على واحد كان كافي يذبوه، واقتلوهم بالظن، شكيتوا فيه قتله. انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان. إش عجب فضائل منتشرة في العالم الآن. هذا شغل الله، كن لي أكن لك، هذا مو شغل البشر، شغلنا. حكومات حكمت تمنع أحدا من أن يذكر اسم الإمام علي عنده، حتى كلمة علي صارت من الممنوعات. نفس الحجاج شاف لواحد بالشارع قال له: شنو اسمك؟ تورط لأن اسمه علي. شو يقول له؟ قال: إن أهلي ظلموني فسموني عليا. قال: إي والله ظلموك. شنو هذا اسم؟ بتشوف بعض العوائل الآن في عالمنا الإسلامي كل أسماء الحيوانات خلصت بيهم، واحد علي ما عندهم، ما يريد إلا الآن. إلا الآن الباطل ضد الحق، الظلمة ضد النور. روح أنت في بعض المناطق، روح في مكان نادي علي، كلمة علي يعني الخادم، والاسم ما يجيبه بس كلمة علي صفة، مثل ويتر. تعال روح بالمطاعم هنا، شوف اللي رؤساءهم وملوكهم وكذا، كلها أسماء الحيوان، 40 يزيد عندهم في أسماء ذيك العائلة، ولا اسم حسن ولا اسم حسين، 7000 نسمة نصهم نسوان، ولا اسم زهراء وفاطمة. إش عجب فضائل علي انتشرت في كل مكان. قال: إن أعداءه منعوا فضائله حسدا، وأحباؤه منعوا فضائله خوفا، ومع ذلك ملأت ما بين الخافقين. أعوذ بالله من كلمة أنا، رحت وراء أن أكتب موسوعة كل صفة أو كل موهبة أو كل فضيلة للإمام علي أكتب عنه كتاب. كنت خايف أنه مع ذاك المنع الشديد والضرب بالحديد بيد من حديد على من يروي حديثا عن أبي تراب، ما حصل مصادر بمقدار الكفاية. كل موضوع عبادة الإمام علي كتاب من 250 صفحة، شجاعة الإمام علي 250 صفحة مثلا، إيمان الإمام علي، عدالة الإمام علي، زهد الإمام علي. لكن يوم اللي راح دورت شفته هواية أكو منتشرة في الكتب، هواية أكو.
ذكرت لبعض الإخوة بارحة بالليل في كتاب نهج البلاغة الحكم اللي للإمام علي، الكلمات القصيرة اللي كل حكمة ممكن تحيي أمة. في نهج البلاغة أقل من 500 حكمة، إحنا رحنا نجمع إلى الآن مجمعين 14,000 حكمة في 1,000 عنوان. وين أكو عندك؟ ماكو مجال تاخذه. الإمام علي في بطولاته يشبه الأساطير. الله يريد يبين نموذج عمله. الله شلون فرد شركة صناعة السيارات يسوي أحسن سيارة تخليه بالمعرض. الله يريد يبين نموذج عمله، نموذج ولي. هذا تعالوا شوفوا كأنه الأساطير، هذه وقفة الله إليه. كن لي أكن لك، أموال صرفت ولا تزال، متزلفون، ناس حاقدين، كل فضيلة للإمام علي إما أنكروها أو نسبوها إلى واحد. يقول لك واحدة من عندها تجرح القلب. النبي يقول للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري إلا أنه لا نبي بعدي. قال أن قال رسول الله أنت مني بمنزلة قارون من موسى. أدري إلا أنه لا نبي بعدي، شو ارتباط بقارون؟ آخر شوية حياة. كل فضيلة من فضائل الإمام هو قالها سلام الله عليه، قال قد أقاموا لكل حق باطلا ولكل مستقيم مائلا. ماكو فضيلة إلا ودوروا يخربطوها، يزيدون فيها، ينقصون فيها، يشككون فيها. ومع ذلك هذا الإمام علي مثال واحد. أنت لكي تصبح أديب، لكي تتعلم الحكي العربي، أبوك وأمك لازم يتعبون عليك، المدارس لازم تتعب عليك، المعلمين يتعبون عليك، تخلص الثانوية، تخلص الجامعة، بعدين تصير أستاذ في الجامعة في الآداب، تكتب لك فرد كتاب أدبي، فرد قصيدة أدبية. هالألوف من خطب الإمام علي هذه من وين جايبها؟ دارس في الجامعات؟ بس من ناحية البلاغة أقول، شوف أقول لك كلمة من كلماته: إذا أقبلت الدنيا على قوم، إذا واحد صار رئيس، صار رئيس الوزراء، صار وزير، صار مليونير، إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، شوف الناس تقول عنه. ممكن ما يعرف شيء، قال لك مجتهد، ما أدريك أنت ليش أنا صاير وزير أو رئيس الوزراء. إذا صار مليونير بابا ما تدري ايش قد يفتهم، ممكن كل شيء ما يفتهم الرجال بس عنده فلوس. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. شوف ايش قد كلام جميل. لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها. واحد ما يستحق الحكمة تطيه تظلمه. ولا تمنعوها من أهلها فتظلموهم. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كاتب، مؤلف، خطيب، أوقف أمام كلمة واحدة من هاي الكلمات أشوف فيها نور الوحي. ما معقول بشر يسوي هالشكل كلمات. هل قد منعوا وهل قد أكو؟ هذا شغل رب العالمين. ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اللي يبيع نفسه ويشتري رضا ربه، هذا الله يوقف له صفقة بين الله وبين عبده. أنت هم واحد من عدو، هاي الصفقة معروضة عليك في مثل هذه الليلة وهي ليلة القدر. قرآن نزل وهو القرآن الصامت، وقرآن صعد وهو القرآن الناطق. في مثل الليلة نزل القرآن،
مثل الليلة علي راح. أنت أيضا هاي الصدقة معروضة عليك، كن لي أكن لك. جبار السماوات والأرض، خالق الكون دا يقول لك. شفت شلون تعاملت ويا علي؟ تعامل وياك، الله ما عنده قرابة، لا مع أنبيائه ولا مع أوصياء الأنبياء، إنما يحبهم لطاعتهم، يحبهم لمعرفتهم، يحبهم لصفاتهم. لا تقول العصمة إجبار، عصمة مو إجبار، عصمة توفيق. أما العمل فمنهم. أنت هم توفق أحيانا تأتي إلى مجلس تسمع كلام قلبك يلين، اتخذ قرارك أن الليلة إن شاء الله تبدل كل مسيرتك في الحياة، تروح باتجاه علي، تحشر مع علي، مع رسول الله، مع أهل بيت النبي، مع فاطمة الزهراء. قدر سموها ليش ليلة القدر؟ ليلة التقدير، ليلة القرار، ليلة التصميم. خير من ألف شهر، ألف شهر عن 80 سنة، ليلة واحدة أعظم من كل العمر إذا اتخذت القرار. ومن أراد الآخرة وسعى لها